يعني أنا أتصور هذا قد يزيد من التداعيات، خصوصا في قضية يعني الاعتماد على بعض الأطراف الخارجية. هذا قد يعني لا يتيح للسيد الكاظمي مزيد من الدعم السياسي، لذلك هو يعول على الإجراءات الداخلية أكثر ما يعول على الانخراط الدولي. يعني إذا ما كان هناك تدخل من قبل التحالف الدولي، يعني بالنهاية هذه الجماعات تعتقد بأن أمريكا هذا، ومن ثم يتحول الموضوع إلى جانب عقائدي في قضية الصراع هذا على مستوى الداخل العراقي، وبالتالي تكون له تداعيات كبيرة. لذلك يعني عفوا دكتور، يعني فجأة هذه الميليشيات يتحولون إلى أبطال إذا ما تحرك بهذا التحرك؟ أنا أقول بأنه إذا أمريكا تدخلت طيب. من بطلب من الحكومة العراقية حول هذه الجماعات، الموضوع سيتحول إلى موضوع يعني عقائدي، وبالتالي يعني له تداعيات كبيرة يعني. ولذلك أتصور بأن الكاظمي يفكر بالحلول العراقية أكثر ما يفكر في قضية التدخل الخارجي الذي ممكن. لكن مرة أخرى أقول بلحاظ ما قدمته بلاسخارت على مستوى جلسات مجلس الأمن الدولي أولا، وأيضا طبيعة الإشارات التي صدرت حتى في اجتماع الرئاسات الثلاث من أن هناك محاولة لتقويض وهز أركان الدولة العراقية، تهديد النظام السياسي الديمقراطي، أتصور بأن الأمر متروك لتقديرات ليس فقط الكاظمي أقول، وإنما لابد من قرار سياسي داخلي حول عملية مثل هكذا تدخل. هل سيصل الكاظمي إلى هذا القرار، يعني يستحصل هذا القرار من قبل القوى السياسية؟ أيضا سوف تتشظى ولن يصل إلى هذه النتيجة، وبالتالي هل سيواجه لنفسه بنفسه يعني هذه الجماعات؟ أتصور بأنه الوقت قد لا يتيح مرة أخرى.